مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة الفنية، ابقوا معنا. أكدت عدد من التقارير الصحافية انفصال الفنانة المغربية ميساء مغربي عن زوجها في سرية تامة، وذلك بعد زواج دام لمدة عامين. وعلى الرغم من نفي ميساء لخبر طلاقها أكثر من مرة، إلا أن ما تنشره على حسابها الخاص على موقع سناب شات أوضح عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها. كما ظهرت الفنانة المغربية في كل صورها الحديثة وهي لا ترتدي خاتم زواجها، مما أكد على صحة أنباء انفصالها. يذكر أن الفنانة ميساء مغربي قد تزوجت منذ عامين في سرية تامة، كما أنها لم تكشف عن هوية زوجها لوسائل الإعلام حتى الآن. وكانت الفنانة المغربية قد كشفت مؤخرا أنها مصابة بمرض نادر في الرحم يسمى بطانة الرحم المهاجرة، إلا أنها أكدت أن هذا المرض ليس هو المتسبب في عدم إنجابها حتى الآن. عبرت الفنانة السورية أصالة عن ندمها الشديد على ما فعلته في حلقة برنامج عرب أيدول التي كانت ضيفة عليها، وظهرت خلالها في غاية التوتر. أصالة قالت: أخطأت لأنني قمت بأمور تتعارض مع مبادئي وشخصيتي، فكنت متوترة. ناهيك على أنني ارتديت 3 فساتين وغيرت 3 مرات إطلالتي وندمت على ذلك، وشعرت أنني لم أكن مرتاحة، فكان الأجدر بي أن أطلب من إدارة المحطة أن أقدم مرة واحدة ما لدي من أغنيات وأخرج من دون تبديل، وكان عليهم أن يقرروا إما الموافقة أو الرفض. وأضافت في حوارها بمجلة لها: كنت متضايقة وكشفت أنها كانت تبكي في الكواليس بين الأغنية والأغنية، حيث قالت: كنت متعبة لدرجة أنني بكيت بين الأغنية والأغنية، لأنني لم أتخيل أن يكون الإنسان الذي أتعاطف معه بهذه القسوة، ولكنني أتذكر مشاهد القتل والدمار وأقول أن هناك أشخاصا بلا قلب، وعندما أغني أكون في قمة مشاعري، وأي كلمة صعبة قادرة على تدميري وإزعاجي، فمشاعري خرجوا. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.